يجدر بي في البداية التعبير عن سعادتي بهذا اللقاء العملي الذي منحني فرصة زيارة وتفقد هذه المؤسسة الصناعية بالناحية العسكرية الثانية، وذلك في إطار حرصي على المتابعة المستمرة لأداء المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي. لقد حرصت كثيرا على زيارة هذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها، سعيا مني للوقوف شخصيا على سير العمل بها وتشجيع والدعم جهود مستخدميها في أداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات، بما يكفل الرفع من جاهزية قوتنا المسلحة لكي تظل دائما محافظة على قدراتها العملية في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة والتصدي بالفعالية المطلوبة لأي طاري مهما كان نوعه أو مصدره. إذ أثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها حتى الآن في جميع مجالات النشاطات المبرمجة، فإني أنتظر من مسيري ومستخدم المؤسسة بذل جهود أكبر وتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة والجودة العالية، والسهر على صيانة كافة سلاسل الإنتاج المتطورة وعالية التكنولوجيا التي تتوفر عليها المؤسسة وفقا للشروط المطلوبة والمعايير المعمول بها في هذا المجال. تابعونا على المواقع التالية: